الكبير استاذ عصام السيد، اهلا بيك. ويعني انا سعيده طبعا، واكيد يعني حضرتك قول لي مشاعرك ايه وانت بتخرج هذا العرض في افتتاح المسرح القومي. بالنسبه لي المسرح القومي انا دخلت فيه وانا شاب صغير، اشتغلت مجاميع على خشبة مجاميع. كنت بتمثل يعني؟ ايوه اشتغلت مجاميع على خشبة المسرح القومي هنا 73. من 73 وانا طالب لسه في الجامعه، وبعد كده اشتغلت دور صغير في وسط برضه المجاميع هنا على المسرح القومي. اشتغلت مجاميع في ايه؟ كانت مسرحيه ايه يا استاذ اسامه؟ ما بلاش. لا بالعكس، هي دي اجمل حاجه الذكريات. كان في مسرحيه اسمها حدث في اكتوبر، كانت استاذ كرم مطاوع، وكنت بقول فيها جملتين بالظبط. يعني قد وقعنا في الفخ. حاجه لا اكبر من كده شويه. ولو حضرتك يعني لو قلت لك اسماء مين اللي كانوا واقفين جنبي. مين بقى كان واقف جنبي؟ كان واقف جنبي مصطفى متولي، من ضمن برضو الكورس، كنا كورس مش مجاميع الحقيقه. وكان واقف المخرج محسن حلمي، وكان واقف المخرج صفوت القشيري. يعني كان في دول كانوا مجاميع. مين اللي كان بيمثل المسرحيه دي؟ كان الاستاذ محمود ياسين، وكان الاستاذ شفيق نور الدين، وكان الاستاذ اشرف عبد الغفور، وكان الاستاذ حمزه شيمو، وكانت مدام سور مرشدي. يعني اساطير المسرح القومي. وامتى اول مسرحيه اخرجتها على خشبه المسرح؟ اول مسرحيه اخرجتها على خشبه المسرح القومي كانت 85، كانت عجبي. كانت عن حياه واشعار صلاح جاهين. ومين اللي كان بيمثل؟ اللي كان بيمثل استاذ نبيل حلفاوي، ومدام عبله كامل، وسامي مغاوري. بس هنا كمان عملت ايه؟ اهلا يا بكوات، وعملت وداعا يا بكوات، وعملت رصاصه في القلب. يعني بدل الاستاذ حسن عبد السلام. يعني رصاصه في القلب الاستاذ حسن عبد السلام اخرجه، وانا كنت ايامها مدير المسرح الكوميدي، ولظروف مرضه لا ما كانش عندنا بقى مسرح، فجينا عرضناها هنا على المسرح القومي. لا بس كانت من اعظم الحاجات طبعا. اهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، كل دي كانت مسرحيات عظيمه يعني. الحمد لله وناجحه، وكان فيها فنانين كبار. الحقيقه يعني انا تقريبا من 85 يعني بقيت بخرج في المسرح القومي بس. وبحب الاخراج في المسرح القومي. ليه؟ ايه الفرق؟ بعشقه. يعني ان يعني في مساله نفسيه كده، ان الواحد يحس انه واقف مكان فتوح نشاطي وعزيز عيد وسعد قردش وجورج ابيض وكرم مطاوع، ده في حد ذاته فخر. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان هنا ما زال هذا المسرح حتى بموظفينه وبفنيينه بيمتلك تقاليد. لسه التقاليد القديمه موجوده فيه، لسه الانضباط القديم موجود فيه. زائد انه باستمرار المسرح يعني له جلاله، له تقديره عند الجمهور. فبالتالي يعني انا بحب اشتغل فيه. بحلم يا مصر روايه اساسها لنعمان عاشور. وحضرتك اعتقد غيرت فيها او عملت لها اعداد. وفيها موسيقى. مسرحيه غنائيه ولا مسرحيه يتخللها اغاني؟ لا مسرحيه غنائيه. ايه الفرق بين مسرحيه غنائيه ومسرحيه يتخللها اغاني؟ يعني مسرحيه يتخللها اغاني بتبقى اغاني تكاد تكون محشوره، لو حضرتك شلتيها ما يجراش حاجه يعني. لكن هنا الموقف نفسه هو اللي متغني، الموقف نفسه هو اللي متحول الى غنى. مش لو اتشال يبقى في حاجه ناقص، حاجه في الدراما. في تطور الاحداث. اختيار يعني نص نعمان عاشور عن رفاعة الطهطاوي هو طبعا له رمز، يعني ان انتوا بتتكلموا عن التنوير في وقت محتاجين فيه للتنوير. هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني للاسف الشديد انا لما قررت اخرب النص قريت ما كتبه رفاعة الطهطاوي من حوالي 200 سنه، اقل من 200 سنه بشويه. اكتشفت ان احنا لسه ما وصلناش للي كان بيطالب بيه رفاعة الطهطاوي. يا خبر. فحاجه يعني تحزن للاسف. احنا عمالين يعني ايه سنوات صعود ثم سنوات انكسار، وسنوات الانكسار يمكن اكثر من سنوات الصعود، لدرجه ان احنا دلوقتي بنقول اللي قاله رفاعة الطهطاوي من 200 سنه وعايزين بس نحققه. ايه اللي ممكن يعيد المسرح مرة أخرى؟ مش مجرد إن احنا نرمم جدرانه، ولكن نعيده مرة أخرى ضميرا للأمة ومعبرا عن ثقافة الشعب. أنا هقول لحضرتك على حاجة، يعني دون الدخول في في في, في تنظيرات ضخمة، المسرح لا بيعبر عن الناس، الناس بتجيله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إيه اللي هينزلني من بيتي إذا كان بفتح التلفزيون وبعمل ريموت كده أشوف كل الدنيا؟ لازم يبقى المسرح فيه إمكانيات تفوق امكانيات الفن. ابهار ده مش موجود في مسارحنا للاسف. نمره ثلاثة، ان لازم يبقى في نجوم علشان الناس تنزل من بيتها وتيجي. وده مش متوفر. الحاجه الثالثه، مساله اقتصاديه.
المساله الاقتصاديه انه تبقى السعر التذكره رخيص وانه في نفس الوقت يبقى الوصول للمسرح سهل. حضرتك شفت اللي موجود بره ده شيء مريع. انا لا يمكن انزل من بيتي عشان اعاني عشان اوصل للمسرح، لازم تبقى المسارح اماكن الوصول اليها سهله وبسيطه، وكل هذه الشروط تعتبر اداره جيده. لو في اداره جيده هتقدر تخلق هذه الشروط. طب ماذا عن العروض؟ يعني هل لدينا كتاب يكتبوا نصوص جديده ولا هنفضل معتمدين على النصوص القديمه بقى يوسف ادريس ونعمان عاشور وغيره؟ هو ده اتجاه انه حضرتك لما بيبقى ممكن يبقى في جزء مخصص للريبرتوار المسرحيات، النصوص التي قدمت من قبل ممكن تقدم برؤيه حديثه، مش بالضروره انها تقدم بشكل متحفي. وفي مسارح تبقى متخصصه في اشياء اخرى. لكن حتى المسرح القطاع الخاص اندثر، يعني كان عندنا دايما مسرح الدوله بيقدم نوع معين من البرامج او من المسرحيات، كان عندنا مسرح القطاع الخاص سواء متفق معاه نختفي معاه حتى لو مسرح كوميرشال، كان مسرح له نجومه، حتى مسرح القطاع الخاص اللي بتذكره غاليه اللي بنجوم غاليين بياخدوا فلوس كتير حتى ده كمان اختفى. لان ده اساسا موجه للسائح العربي. هو اللي كان يقدر يدفع الثمن التذكره، عشان كده المسارح دي كانت بتشتغل في الصيف بس. صحيح. تيجي في الشتاء حضرتك تلاقي في الصيف 16 فرقه، في الشتاء يبقوا اربعه او ثلاثه. وده برضو عامل اقتصادي، يعني مش الدنيا كلها مرتبطه ببعضها. في سياحه عربيه هيبقى في هيرجع تاني النايت كلاب يشتغل كويس، هيرجع تاني المسرح الكوميرشال التجاري يشتغل كويس، الحاجات دي كلها. احنا لازم يبقى لنا توجه تاني. لازم تبقى التذكره رخيصه، لازم يبقى الوصول للمسرح سهل، لازم تبقى الروايات محببه للناس. لازم يبقى في نجوم يضحوا شويه. للاسف محدش بيضحي. لازم الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت لازم احنا كمان نروح للناس، ما نستناش الناس تجينا. صحيح. اتمنى لك كل توفيق في العرض الجديد او العرض اللي هيفتتح المسرح القومي بأحلم يا مصر، وان شاء الله نيجي نتفرج عليه، واكيد هيبقى يعني زي روائع حضرتك اللي احنا اعتدنا عليها دائما. ربنا يخليكي، دي شهاده اعتز بيها جدا، لازم اسجلها. لا لا انا عندي مسرحيات كثيره بحبها لحضرتك. الله يخليكي، ميرسي جدا. بشكرك، والحقيقه يعني تجربه الاستاذ عصام اللي بدا من مجاميع في مسرحية سنة 73 لمخرج عرض لإعادة افتتاح المسرح القومي، لمخرج يعني روائع على المسرح القومي، دي تجربة لكل فنان بيبتدي، إن الحياة بتستمر والناس بتكبر، المهم الإصرار والعزم والموهبة والمذاكرة. بالظبط بالظبط. بشكرك. شكرا. ميرسي جدا. بشكرك.